كما شارك معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية في الجلسة الخاصة التي عقدها أصحاب المعالي وزراء خارجية الدول العربية بشأن الأونروا. وخلال الاجتماع أكدت الدول العربية على مواقفها الداعمة للدور المحوري والإنمائي الذي تقوم به وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط، والتي تواجه منذ بضع سنوات أزمة مالية خانقة تفاقمت مؤخرا، معبرين عن أملهم في دعمها بأفضل الأساليب التي تمكنها من التغلب على هذه الصعوبات ومواصلة قيامها بدورها الإنساني. وصدر بيان أكد فيه الوزراء على ضرورة استمرار وكالة الأونروا القيام بدورها المحوري في تلبية الاحتياجات الحياتية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي.